السلام عليكم، عدنا للعبة مارفل هيروز، واليوم بنكمل بالمحل ما وقفنا المرة الماضية. هي هاي مستر وقت بي، عامل ايه اليوم؟ دورنا على المهمة، ويعني دورنا بالقاعدة شوي، قاعدة الشيلد، قاعدة الدرع، انه نلاقي مكان مهمات جديدة. ما لقينا، بقى يبدو بنرجع نروح على هديك الجزيرة اللي قتلنا فيها المرة الماضية وندور على مهمة جديدة على امل الوصول لمهمة جديدة. طبعا وقت كنت عم بحضر حلقة الماضية تخيلت انه معقول تكون المهمة الجديدة هي بعد الدنجن. يعني الدنجن وقت خلصناها كان في بابين، يمكن احنا اخترنا باب ما كان لازم اختاره، كان لازم نروح للباب الثاني. فينا هلا هالشي نشوفه بعد ما نقتل هالعالم اللي هون، وهدول الاشياء بناخذهم وننطلق بهديك الزاوية. طبعا اذا كان الحل هو مثل ما نحن هلا فكرنا، بقى ما في شيء قدامنا نعمله غير انه نعمل الدنجن مرة تانية، او الانستنس يعني المغامرة، لانه هذا يعني هي هي الكوست، هي المهمة. بس احلى شيء باللعبة يعني انه انت فعليا ما بتخسر شيء وقت تعيد او تكرر اي شيء، لانك انت بتضل عم تاخذ اكسبيرينس، عم تقوى، عم تجيب، يعني هي نظام اللعبة، هي بتضل بتقوى، بتجيب ايتمات، بتزيد من قوتك، بتزيد من سكيلاتك، سحورتك، مهاراتك، يعني هالشغلات هاي. ونرجع لورا بهالدرجة، ونرجع لورا كمان تحت كتر ورا كتر، ناخذ هاي ننطلق، نضيع وقت كثير عليهم، ناخذ الاكسبيرينس. مي من هون ما في شي، من هون معناتها الطريق. لا هذا كثير قوي، مو كثير قوي يعني، بس انه بده وقت كثير ليموت. قوي ضد الهوك اي اللي هو الكاركتر اللي معي انا كثير. من الواضح انه نرجع نعيد الكويست مرة ثانية دنجن، فنتمنى يطلع لنا جروب ظريف هالمرة، وتكون الرن يعني سهلة، ما تكون صعبة كثير. بهالطريقة يعني بناخذ اكسبيرينس، ان شاء الله نفوت مع هذا الرجل الصخري، انه هو تانك جيد جدا. عندك الرجل الصخري اللي يكون لليمين، عندك هالك اللي على اليسار، عندك الرجل الحديدي ستيل مان. هدول الثلاثة هن يعني لهلا اقوى تانكات شفناهم. هلا في واحد بتوقع قوي كتانك بس ما شفناه لسه، اللي هو كابتن امريكا، هلا ما بين. طيب مين معنا بهالي دنجن؟ معنا الرجل الصخري، معنا البلاك ويدو بعتقد، هل هي البلاك ويدو، ومعنا هوك اي. البلاك ويدو هي الأرملة السوداء. نشوف شو الوضع، شايفين؟ بتلاحظوا بالدنجن كيف قوة الوحوش بتزيد كتير. يعني برا كنا عم نقتل هدول العاديين بأربع خمس ضربات، هلا عن بو زرقاء ان شاء الله تكون قوية، هلا بنشوف ان شاء الله تكون تحت. هلا عنا بو خضراء، نحنا البو الزرقاء 9 دمج، 4 انرجي دمج، 2 تو كارنت رانك اوف بيرسينج ارو هيد. بيرسينج ارو هيد بعتقد هاد هو، هاد يعني 91.9% تشانس انه يشتغل. بيصير 24%. منيح، هلا قوي دمجنا شوي بهالحالة. تعال نشوف ستاتس دمج، فيزيكال دمج بحطوه شي 150% كريتيكال تبعنا. عم نضيع وقت على هالشغلة، بس أول ولا مرة اشتغلنا فيها. طبعا في شي اسمه فيكتوري بي في بي، فيكتوري بي في بي ديفيت، ما لعبنا بي في بي ابدا. تارك البي في بي لمستويات عالية بيكون احسن. ننطلق. لا هذا شو الشيلد؟ بلاك بانثر، النمر الاسود، النمر الاسود او الفهد الاسود يعني، القطة السوداء كمان بس البرية مو العادية. كويفر هاي معقول تكون منيحة، ليفل 13 بتعطي ديفنس خيالي. منخليها للليفل، تصير ليفل 13 قريبا. احنا ليفل قديش؟ نحن ليفل 12.
هم يا رب اكيد لا هذول الثورات القتالية بس في مثل شيلد عم بيطلع حوالي او درع هذا اكيد شي لاعب بيعطينا اياه الموجودين هذا سايكلوبس هذا سايكلوبس هذا اللي هون اللي هو بيطلع من عيونه ليزر مشان هيك بضل لابس نظارة طول الوقت لأنه إذا ما حط النظارة بيطلع ليزر من عيونه وهي البلاك ويدو وهي كمل طريقة هدول الزرق إن شاء الله يطلعوا لنا شيء قوي طبعا منيح فريقنا نحن أربعة رينج واحد ميلي أربعة من بعيد واحد قريب تعال شوف البوت منيح شيء 25 لا يعني هدول الطابات لازم تلمهم بسرعة لأنه كل ما طولت بلمهم كل ما بتقل تفاوضهم أو الهدية تبعهم قوتها نجي من هون بعتقد يبدو ان المهمة عم تقلنا انه من هون نروح بس فريقي بده يقتل فهمان على فريقي فريقي بعتقد بده يقتل الجريم ريبر اللي هو الوحش اللي موجود فوق على اليسار نحن بنروح لهون بنشوف بركي فريقنا بيجي هلا اذا ما اجا فينا نروح والله مع الفريق نقتل الجريم ريبر ونرجع نكمل خلينا نستنى بس نشوف شو حيصير لانه هذا الباب ما فتنا له قبل بالمره الماضيه ممكن هالباب يعني يفرجينا طبعا اللي بيحبوا رسم الكوميكس والشغلات هاللعبه الرسم فيها كوميكس كثير هذا هو الطريق المضبوط بس بهالطريقه نحن تركنا الجروب اللي احنا فيه فشو نتركه ونكمل والله خلاص خلينا نتركه ونكمل من هون نشوف ثور وكابتن امريكا يلا بما انه رحنا قتلنا الجريم ريبر اول هذيك الحلقه ما في داعي نقفله بهالحلقه ونكمل طريقنا من هون كابتن امريكا نقرب لهون كتير لاعبين والله شي سته رحنا سبعه هاد سبايدرين مانين وهي ايرون مان هون عم بدور ليزر بايديه اكثر مره يمكن نشوف لاعبين في باب بس ما بعرف هذا الباب هو سترينج كبير ما بعرف اذا لازم نفوت من هالباب ولا لا جرب يا ترى يلا حجرب شوف بس وين بيطلعنا هالباب اذا قالوا لي انه طلع منه اول ما تفوت معناتها غلط اذا اول ما تفوت اعطونا اشارة صح لقدام يبدو خطأ هيك انه طلع عم بيقولوا لنا فورا مو هاد هو الباب والله شكلهم حيعجزونا بهالمهمة مهمة تعجيزية كتير وهي رسم افلام كرتوني كوميكي لا هوك اي طبعا طريقة الرسم يعني فن يعني الى 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 تدريب خاص على طريقة معينة كمل طريق من هون مش كبير دول الزرق هنا دول الزرق بيعطونا لوت قوي الإشارة عم تعطينا لفوق إذا بدنا نطلع على الخريطة هذا الرجل الحديدي بس ما في طريق مسكر والله أمر عجيب
انا بحاول اقرا بس قدرني على اليمين. كلهم توكت وكذا ميل كذا. هذا الباب مثلا تعالوا نجرب. طبعا هاي ملاحظة عم يطلع لك اياها تحت، اذا اشتريت هيرو جديد بده يبلش هذا الهيرو من الليفل الواحد. شو هذا الكيف يعني؟ اسمه الكهف الغامض هيك كاتبين. نشوف شو هو نفس الرفسة، بس قوايا مانو سهلة. هل هي تعتبر دنجن يعني؟ نشوف هذا اللي اخذناه شو هو. ديفنسو بيعلى كتير. جيت واي رول اخده. الرول ما عم تفرق معنا كتير وبدنا ديفنس مشان ما نموت. منيح بهالكهف اول ما فتنا اخذنا ايتم. اوه هذا ليش لونه وحش وحش. وهذا لازم نطلع من هالمنطقة ما بنقدر. هي أكيد يا إما دنجن يا إما شيء كثير صعب. نطلع فورا. يا إما دنجن يعني بدها أربع خمس لاعبين، يا إما شيء مستواه عالي لأنه واضحين هدول الوحوش قوايا كثير. بس استفدنا بهالفوتة إنه أخذنا شو اسمه هذا الدرع اللي بيعطينا ديفنس أكثر بكثير من اللي كان معنا. 50. Hey old man, how about I take the lead on this one? I'm a kite, isn't it? بس والله غريب هي طابة منيحة بنيها. غريب جدا يعني كابتن امريكا بيلبس لبس تاني كمان غير اللبس العادي. اذا كتبنا مثلا مع حدا I can't find the way to the quest anyone. ما بعرف اذا هي هيك بتكتب القصة ولا لا. Serve none but the master. اول مجرب اول مرة اكتب شات باللعبة كلها. The eyes shield find. The eyes of shield. Secrets of my في واحد رد علينا ما جربنا نكتب نشوف بركي بيقلنا شو الطريق. الطريقة بكون يعني عم نستفيد من اي لاعب موجود. نشوف ضياع ضياع الايتمات. هدول هيك صاروا فعليا. هيك بصير بنعرف شو عنا شغلات عشان على الليفل الجاي فينا نستعمل هاي. بنفكر شوي. هاي بتاخدنا على الهايدرا اوتبوست. طيب انا شو بدي اسوي؟ Talk to Valkyrie. ما عم لاقي Valkyrie. Find Chivalry Composter Alone Town. ما عم لاقيها. والأخيرة ما فيه. إذا كبسنا على المشن لوك. المشن لوك شو بتقلك؟ ما أدري بور هلا كنا فيها.
It say travel to Madrid. نحاول يعني نستفيد من العالم. هل احنا هيدرا اوتبوس انترنس جرب ننزل لهون بوكنر بيتش؟ احنا هون وين بورت ان لو تاون؟ مو بهي القرنة معناتها. طب حفوت لهون شوف شو اسم القرنة. والله كويست عقدتنا. ويمكن يكون في شي بالسيرفر هايدرا اوت بوست هون، في شي يمكن يكون في اي شيء بالسيرفر ما فينا نساويها اذا لحالنا. دنجن هيدا هو عم بيقولوا لنا نروح لهون. هاي مادريبور حلو هون معناتها لازم المفروض نحن المكان الصح. في حدا بدنا نحكي معه؟ مين؟ حدا من المشاهدين مثلا؟ طيب تعالوا نكمل ننزل من هون نجرب التجريب. محاولة والله شكله هادو الطريق. ليكوا رايحين على النقطة. شكلها لقينا الطريق أخيرا. هدول أوايا النينجا ولا لأنه حركات ظريفة. اوه كثير عم يضربوا شغلات على الارض. عندك الصحة نضرب هاي هاي بو زرقاء ان شاء الله تكون شي منيح. شوفوا شو البو الزرقاء للفضول. 15 دمج 5% اتاك سميك ستيل. كثير منيحة هاي البوز الزرقاء. خلينا نكسر خمسطعش دمج هاي 9 ادمنت ارو. هذا ما بنستعمله للاسف. هذا الادمنت ما عليكم، هذا ما بنستعمله نحن. بس يعني بضل دمج البو عالي. هلا بتعرفوا شغلة بس دمج البو هو اعلى بستة بس بيرسينج ارو هيد اهم. كمان في اتاك سبيد. لا خليها خليها هاد الارو هاد البو احسن اكيد. سرعة الضرب نسينا موضوع سرعة الضرب اللي هو يعني فروقات خيالية. خلينا نكمل طريقنا من هون. دول زرق قوايا يعطوا اي تمام تحكار ارجع لورا الوحدة كمان. يلا شيء نزلونا شيء ظريف. اخذنا مدري شو ايتم لل كرافتنج صنع المواد. هذا ما اعرف ليش معنا. سحبني لعنده. هاي احدى السحورة بيسحبوا بدربوك ستان. تعامل معهم بذكاء. والله الكيت خلينا ناخذها لانه قالوا الكتات اللي عندنا منيح. واخيرا واي بوينت.
عم بيخلصوا. ناخذ الكويفر لكي كان منيح. استعمل واحدة بوشن. ما عم بيخلصوا شكلهم. عذبونا كثير. ناخذ طابات وعبينا تمام تمام. هاي شو بقى؟ اسمها كروفت فيليج او شي بيت يمكن يكون. ما بدنا مو هي الكويست. شكله عالم كبير يعني، شكله كل ارنام رحلة ما بنيها هاي حيبعتونا عليها بعدين بمهمة تانية، ممكن تكون مهمة جروب، ممكن مهمة سولو لحالك ما بتعرف. طبعا هاي الشريرة اللي ورا على اليسار بعتقد، وسكارلت ويتش هاي اللي قدام، وستورم اللي على اليمين. حاركض بقى، حوقف قتال بس حاول اتفادى واركض بس لاشوف هالكويست لما بتوصلنا. شيل دايركتور هول بويزن جليد. نحن بدنا نروح للقرنشي نجرب. وهي الابطالنا، هذا اللي ورا الناري هو تبع الفانتاستيك فور يا ترى ولا غير واحد؟ ما بعرف. الرجل الناري بويزن جليد ديسكفرد. هاي كمان عبارة عن دنجن. I can sense great magical energy being gathered here. كرافت توكتو. زادوا الكوستات ولا انا عم اتخيل؟ اخذنا هلا الكوست هاي؟ والله هيك شكلها. هفوت بس شوي. اف بس نحن اثنين المفروض نكون اكثر. ها يعطي شيل هذا طبعا فانتاستيك فور صح. بويزن على الاراضي. نكمل الطريق من هون يعني. بعتقد انه نحن وصلنا لمنطقة ظريفة، والمرة الجاي شكله انه بدنا نقاتل شيء اسمه الريتشوال لورد. حنخلي نقطع هون مشان الحماس يصير يزيد. المرة الجاي نبلش بشيء تقيل. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالحلقة. ما تنسوا انه تنزلوا لتحت تعملوا سبسكرايب لايك وشير، وتلحقونا على هالروابط اللي مرقت قدامكم وموجودة تحت المقطع، فيسبوك وتويتر وتويتش وكل شيء. كان معكم عمر صاحب ايديل 1 جن جن 1، وبشوفكم بحلقات قادمة ان شاء الله. مع السلامة.